فترة عمرك أنا عملته في منزلي، جزء من المنزل حقي، لأذكر الناس اللي باقين عادهم على الماضي. وأنا أحب التراث يعني من يوم وأنا صغير، فالجزء هذا أنا عملته على أساس إيش؟ يكون متحف لأهالي الشقيق قرية القاع، سمعت؟ اللي يحب يجي طال عمرك يزور المتحف، فالمتحف فيه مكونات من التراث القديم. ما عندنا لا ثلاجات ولا هذه كانت زمان. نعم، هذه الجرة طال عمرك مثل الثلاجة. ها، اي هذه ثلاجة قديمة. هذا احنا عندنا جرة، جاء عبي له طال عمرك مويه، وجاء حط طال عمرك على التختة، قلها تختة قدام، سمعت؟ وجلس طال عمره كف كف ثيابه، وجلس طال عمره يرتش مويه علشان يغسل ويبرد من الحراره، لانه تعرف الشقيان في البلاد. هو هذا المشارج حق الدار اللي هو حق البيت المنزل، طبعا يوجد في المشارج. طبعا هذا الصبل، هذه الطراحه حق الصبل. هذا الصبل طال عمره مكون يعني الناس اللي يجوا مثلا تعبان من البلاد، بدل ما يروح العشه، العشه تعرف انت لازم تكون بارده، وهذا ويرش مويه، فالصبله ابرد من العشه وقت النهار. يعني يوم خطوه يقول لا، احنا هي خطوه وزيفه، لكن احنا اللي اغلبيتنا منطقتنا هنا من محافظه درب والشقيق وعتود، وهذا كلهم تسمى هذه زيفه. عندنا الزيفه هي المشهوره، هي والسيف. سموا الشاعر الله يرحمه مسحاق ابراهيم في هود عندنا هنا في القاع، وهو في الحصان، قال: من قرية الحصام مصرنا، وعندكم مسكن وحلالي، من شنب النفع تعنينا، وبر عمر حقاني ودلو. هذا الهود